انا ما عادش نقول لكم شحال انا فرحانه بزاف انني رجعت للمغرب وغادي نقوم بالجوله الفنيه مع مجموعه من الزملاء والمواهب الرائعه اللي موجوده حدايا. انا كان بالمناسبه هذه كنشكر السي فهمتي بالخير اللي عطاني هذه الفرصه هذه، وخديجه البرق اللي هي تعتبرها من قدماء المحاربات من قدماء المحبين والمحبات، فبالنسبة لي هذا شرف كبير، وبالنسبة لي رجوع دائما للمغرب دائما هو رجوع للسعادة والحب والمحبة والأهل والأصدقاء والمجتمع ديالي والشوارع ديالي وكل هذا. بالنسبة للسؤال ديال أختي، أولا ديما كنتسأل شحال هادي الوقت، والوقت بالنسبة لي ولا لو سولتيني غنقول لك هادي واحد 4 سنين، ولكن هو في الحقيقة 40 عام. ودائما أنا ما عنديش غضب نتكلم على الوقت ولا على الزمن ولا على السن ولا على المرحلة السنية ولا المرحلة الزمنية، لكن دائما عندي ولو أن هادي فترة طويلة ما قمتش بجولة في المغرب، لكن دائما المغرب هو في قلبي وفي في عقلي وفي داري كذلك، لأن دائما طقوسي في بيتي وطقوس سواء كانت في الحياة اليومية عندي هو بيت مغربي عمره ما انفصل على مغربيته نهائيا. نشوف بأن الأغنية المصرية عندها شنو نقول بأنها سيتي سوفلي باغ باسكو سو باس اكتويلمون، كونتخيغ جو تخوف كو الأغنية المصرية عندها دائما غتلقى عندها الإمباكت ديالها، يكون عندها دائما عندها انتشار واسع على مستوى العالم العربي، لأن أولا مشكل اللهجة سهلة بالنسبة للعالم العربي، مفهومة بالنسبة للعالم العربي، كذلك عندهم الكلاسيكيات ديال متمكناش ننفصلو نهائيا على الأغنية المصرية، لأن احنا تعلمنا من أم كلثوم وتعلمنا من عبد الوهاب وتعلمنا من حيت تلقى دائما تجدرا في وجداننا دائما. الآن أصبحت أغنية معاصرة حديثة، هناك بعض الشباب كيحاولوا أنهم يكونوا موجودين، أصبح لهم منافس نعم، سواء كانت الأغنية المغربية أو الأغنية الخليجية أو الأغنية العراقية، وهذا شيء كنشوفه بأنه شيء صحي. أنه يكون الأغنية المصرية ما تكونش موجودة بوحدها، أنه تكون الأغنية المغربية موجودة وبشدة وبقوة، كذلك الأغنية الخليجية تكون موجودة وبقوة، بحيث العالم العربي محتاج لألوان، كنا محتاجين نفس جديد ومحتاجين لألوان جديدة في العالم العربي، بحيث كان الأغنية المصرية كانت بوحدها هي إلى جانب الأغنية اللبنانية بحكم فيروز ورحابينا وكذا. أما الآن أصبح الأغنية المغربية بفضل الجيل الجديد اللي موجود الآن والسوشيال ميديا كذلك اللي سهل الناس أنه يفهموا اللهجة المغربية كذلك، وبعد اللهجات الأخرى كاللهجة الخليجية، وعطى فرصة أنه يكون هناك تنوع وما تكونش الأغنية المصرية فقط بوحدها اللي موجودة، أنه تكون الأغنية المصرية والمغربية والعراقية كما قلت. هناك مشروع لكن مازال لحد الان ما تحددتش المعالم ديالو، كاين هو مشروع اعلامي لحد الان لكن مازال ما كلمناش التفاصيل ديالو، اللي هو انا بالنسبه لي خاصني هاي درت مع دون هادي تقريبا دابا شحال حنا كنخدموا هادي تقريبا عام ونص، وحنا هادي لا هاد الكلام خاصني نبدلوها هاد الحل هذا دونك حنا هادي عام ونص وحنا كنفكروا شنو كنا انا وياه نديرو، دونك الموضوع ماشي غير مشروع وفقط لا مشروع تيتخدم عليه كتيقولو كيتطبخ بشوي معلم هذا